إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. السلام عليكم الاخوان، بخير. هاني نوريكم غير واحد الفقاعه صغيره صاوبتها، تقريبا فيها واحد ساعتين ديال الخدمه. درت ليها لاباري، هذه الترموستا متحكم في الحراره فقط، ما درتش لا هي موديفيكاتور اللي جات عبر الرطوبه لا والو، غير هذه بوحدها تخدم ب 12 فولت وتتحكم في البولات ولا في الريزيستونس ديال 220 فولت فران. هذا سيدي كان خاسر في الدار عندي، قالوا لي صاوبو، قلت لهم واخا نصاوبو لكم، نزقت مصاوبه في قاصق. هاي يا سيدي، ها الفقاصه اللي يقول لها ما تخرش. هاي يا سيدي، ها المروحه، راه المصابيح اللي مصدر الحراره، ها الماء مصدر الرطوبه، ما كاين لا فواحه لا حتى شي حاجه، شي يدوي تقلب يدوي كلشي يدوي. ها انتم، ها الحساسه، هو ها الفليليس. لاباس هاني، ها انتم، ها هي ما بغيتش نخرج منها. شوف نسبة التفقيس ممتازة الحمد لله. فايت صوت هذا بحال هادي، نيت قديم شي شوية، خرجت لي النسبة ديال 100% ما شاء الله، حطيت فيها شي 30 بيضة تقريبا، خرجت لي 100% كل شي مفقص الحمد لله. ايوا هادي يلاه بدات تفقص، بدات تفنش في الفلوس، نسدوها نخليوها تكمل الفلوس ديالها كاملين. المهم انا غير حاولت نشارك معكم هاد الفكرة، راه ممكن تصاوبها، يعني هادي ديال الفران تتكون افضل من الكرتونة. كاين تصاوبها بالكرتونة ولكن هذه أفضل، لحقاش الكرتونة اللي مخاطرة أنها ممكن تحرق، لحقاش داك ريزيستونس ولا داك المصباح اللي غادير فيها أنه يسخنها ممكن يقيس الجدار ديال الكرتونة ويحرقها. الماء كذلك، الماء ديما غيبقى يهبط الماء، عطلع ديك الرطوبة وخا ينشف راه مع ذلك ما خداماش، يعني كرتونة وكاين اللي تيفقس بها، ولكن الأمن والأفضل هو فران. فران بحال هذا، فرن كهربائي صافي، ممكن تصاوبو كيما قلنا غير بهاد الطريقة هادي. نعاود نفتحو المروحة، ها هي المصدر ديال الماء، ها هو ديال الرطوبة، المصابيح راه هما، هاد المروحة تدفع الحرارة تمشي لهيه تتخرج من هنا، شتي تخرج من هنا الحرارة، تخرج من هنا وتجي تدفع للبيض هنايا، الحساس تيكون وسط البيض، وتقريبا تيكون غير يدوي، تقريبا راه ماشي شي حاجة صعيبة، تقريبا ديرها البيضة بحال هكا، ها غير تقلبها ولا عاد دوز عليها صافي. صافي عاد دورها غير بحال هكا، هذا برأيي من الآخر ديال التقليب هادي، ما كاينلاش نقلبوه. ألف ليليس صاحبنا، لاباس هذا تجربة وصافي، كنا درناها برا نتيستي، وهذا ندير فيها إن شاء الله البيض ديال الحجل اللي تيجلس تقريبا 28 يوم، عاد يفقص الحجل بحالو بحال البط، بحال البط مسكوفي، بحال الوز، بحال البيبي، 28 يوم، بخلاف الدجاج، الدجاج تيجلس 18 يوم. السمان تيبقى تقريبا واحد 18، الدجاج تيبقى 21 يوم، عفوا السمان تيبقى 18 يوم. عرفتي راه صوبت وما غسلتها ما مسحتها ما والو، حتى الصبغه ما درتهاش ليها، خليتها هكا كما هو، كي صوبتها كي درت فيها البيض. هي ما شاء الله الحمد لله رب العالمين. ايوا حنا صوبنا وبقينا حنا بلا فران. سيدي هذا الفيديو ديال اليوم، حاولنا غير نشاركو معكم هاد الفكرة، يعني كما قلت لكم هذا أأمن وأفضل من الكرتونة. تبارك الله عليكم، نتمنى أن تنال الإعجاب ديالكم هاد الحلقة هادي، جزاكم الله خيرا لحسن المشاهدة والمتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.